من عناوين النشرة إلى التفاصيل، أهلا بكم. جدد محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل حرصه العالي على الارتقاء بالواقع الصحي وتلبية احتياجات المستشفيات، مؤكدا أن التعاون بين ممثلي المحافظة في البرلمان وحكومتها لا يتأثر بالخلافات السياسية ويركز على خدمة المواطنين. وطلع المحافظ خلال زيارته لمستشفى بلد العام خلال تسليم إدارتها عددا من حاضنات الأطفال الخدج على طبيعة الخدمات والاحتياجات التي ترتقي بها، مبينا أن وجبة الحاضنات هذه تشمل مستشفى الدجيل أيضا، وهناك وجبات ستوزع على باقي المناطق تباعا. وأبدى المحافظ استعداده لتعزيز التعاون مع صحة المحافظة ودعم جهودها على أن تكون الطلبات متطابقة مع الاحتياجات الفعلية للمستشفيات وطبيعة خدماتها. ورافق المحافظ في الزيارة عضو مجلس النواب محمد البلداوي وناسك مهدي ومدير عام صحة المحافظة الدكتور رائد إبراهيم. وإن شاء الله مستقبلاً ما نقصر على أي طلب نقدر نسويه، وحالة إنسانية لمستشفى بلد وغيرها. يعني أنا أعيد أقول يعني إحنا تدري يعني مرات مو كل الأمور تجي على بالنا، بس المتابعة من قبل أستاذك وأستاذ محمد طلبوا حاضنات لمستشفى بلد، فكان طلبهم 4، فقلنا أكيد الحاجة أكبر. تنسيق مع دكتور راد اليوم جبنا 10 حاضنات مع كل مستلزماتها، وايضا طلبنا اوردر لجهاز الماموجرافيك، فان شاء الله خلال ايش قد يصل؟ اسبوعين. خلال اسبوعين يصل.